السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا مرة أخرى في القناة، وأرحب بكم في فيديو جديد. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن يلقاكم في تمام الصحة والعافية. دائما مع جديد المنتجات والاختراعات والابتكارات الهائلة في عالم الأدوات المنزلية، وأيضا آخر التطورات آخر التكنولوجيا الحديثة الرائعة والمهمة لنا في الحياة اليومية، وتسهل علينا العديد من الأشياء. مجموعة من الأدوات، مجموعة من الابتكارات والأجهزة الإلكترونية الهائلة والمذهلة للتنظيم وترتيب المنزل بشكل عام. فيديو اليوم كله أفكار وإفادة، فتابعوا الفيديو إلى الأخير للاستفادة والاستمتاع أكثر. وأتمنى ممن يزور القناة لأول مرة الانضمام إلينا عبر الضغط على الزر الأحمر أو زر الانضمام، وأيضا مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا دائما بجديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. وأيضا أتمنى ممن أعجبه الفيديو أن يضغط على لايك للفيديو، لأن اللايك مهم جدا ويساعد الفيديو على الانتشار أكثر والوصول إلى الناس، خصوصا الناس المهتمة بجديد هذه التكنولوجيا التي تعتبر مفيدة جدا لنا. وكما تلاحظون معنا منذ بداية الفيديو مجموعة من الأجهزة، مجموعة من الأدوات المنزلية، سواء مطبخية أو يعني أدوات للاستخدام في المنزل بشكل عام. فكما تلاحظون هنا أدوات مطبخية هائلة جدا إلكترونية تشتغل بكل ذكاء، وأيضا أدوات اللي هي سهلة الاستخدام وكتكون أيضا صغيرة في الحجم، ما كتاخدش مساحات كبيرة داخل المنزل. وأيضا منظمات للأشياء اللي ستكون مكركبة لدينا في المنازل مثل الكمامات أو المناديل، منظمات هائلة جدا ورائعة، وأيضا تيكون الشكل ديالها جميل وكتنظم لنا في نفس الوقت. وهنا كيف ما كتلاحظوا فمثل هذه الأشياء البسيطة اللي كتساعدنا في القيام بالأعمال اليومية بكل سهولة. أيضا هذا الصنبور أو المصفاة اللي كتضاف للصنبور عندها واحد الدور اللي هو رائع. وأيضا في هذا المقطع لدينا حافظة الأواني كما كتلاحظوا شكل جميل، وأيضا كتحافظ على الأواني. أيضا هذه العلاقة اللي كتمكننا من وضع هكا يعني فوط المطبخ، وأيضا أشياء المستخدمة في المطبخ كتنظمها بواحد الشكل رائع. ايضا هنا عندنا هاد الفرشاة الالكترونية الهائلة وكتنظف بواحد الشكل اللي هو جميل. ايضا هنا طابيات ديال المطبخ ايضا مضادين لامتصاص الماء، ما كيمتصوش الماء وسهلين في التنظيف. ايضا في هذا المقطع لدينا غسالة قابلة للتمدد والانضغاط، هائلة جدا تستعمل بشكل يومي، صغيرة الحجم ايضا خفيفة. ايضا في هذا المقطع لدينا هذا الجهاز اللي يقوم بإزالة تلك الحبيبات التي تتكون لدينا في الملابس الصوفية وكيرجع الملابس كأنها جديدة. هنا ايضا كيف ما كتلاحظوا منظمات للدولاب اللي كتنظم بواحد الشكل اللي هو هائل. ايضا هنا هذه الاداة يعني باش اننا نسوسو الافرشة من الغبار والاتربة. ايضا هذا الغطاء ديال السرير اللي هائل جدا ورائع كيف ما كتلاحظوا، والجودة ديالو رائعة. هنا ايضا في هذا المقطع لدينا علاقة للملابس، وايضا ممكن تستخدموها لحفظ اشياء اخرى مثل يعني الاحذية او اشياء مختلفة، علاقة رائعة في الشكل ديالها وما كتاخدش مساحة هي كبيرة. ايضا هنا لدينا مكواة كهربائية هائلة يدوية سهلة الاستخدام ورائعة. ايضا هنا ايضا منظفات ومعقمات للاحذية. هنا لدينا مكنسة كهربائية كيف ما كتلاحظوا جميلة الشكل ديالها، عملية وسهلة الاستخدام، كيف ما تيمكن لنا نبدلو لها الرأس ونستخدموها لتنظيف أماكن اللي هي ضيقة. والكرسي اللي عنده العجلات كيسهل علينا الحركة في المنزل. أيضا هذا الجهاز هذا اللي كيمتص الغبار من الأفرشة، هائل هذا الجهاز ورائع جدا وعملي وكيخلصنا من الأتربة نهائيا. أيضا هنا عندنا هذا يعني المادة اللي كتقوم بتنظيف الأحذية. ايضا في هذا المقطع منظمات للأحذية هائلة ورائعة في الشكل ديالهم وما تياخدوش مساحة كبيرة داخل المنزل. ايضا في هذا المقطع لدينا مساحة للأرض، ايضا سهلة الاستخدام، عملية جدا ورائعة.
هنا في هذا المقطع كيف ما كتلاحظوا علاقات لل يعني للمكنسات وتعليق الاشياء وتنظيمها داخل الحمام. ايضا هنا معطر الجو، وهنا ايضا علاقة ومرآة في نفس الوقت. ايضا هنا عندنا هذا الشتاء اللي كتقوم يعني بغسل وتنظيف المرآة، وايضا في الجانب الاخر كاينه مساحة ايضا للتنظيف الجيد. ايضا منظمة للمناديل الورقية، هنا علاقات اللي كتركب في الباب بكل سهولة. ايضا منظمة للحمام لاستغلال المساحة الضائعة في الحمام، حجم صغير وكتنظم بواحد الشكل رائع. ايضا هنا لدينا بعض المنتوجات لتنظيف الحمامات هائلة وايضا ذات فعالية كبيرة. واشياء ايضا لاضافة الديكور، يعني ايضا لاضافة واحد المنظر جميل للحمام، وايضا اواني لتزيين المائدة. وهنا عندنا هذا الجهاز هذا لازالة الجلد الميت من القدمين وترطيب وتنعيم القدمين. ايضا هنا جهاز لعمل مساج للقدمين هائل ايضا ورائع، يشتغل ايضا بالكهرباء، جميل جدا وعملي. ايضا هنا لدينا جهاز لازالة يعني الشعر الزائد سواء من الوجه او الجسم بشكل عام، صراحة جهاز اللي هو هائل ورائع جدا. هنا ايضا لدينا مثل يعني هاد المنطمة ديال النباتات رائعة وكتعطي واحد المنظر اللي هو جميل في المنزل. ايضا عندنا هاد القطاعة كيف ما كتلاحظوا ديال نقطع بها الثوم او الفلفل، هائلة ورائعة وطريقة ديال الاستخدام ديالها سهلة وكتشتغل بدون كهرباء. ايضا هنا عندنا هاد الالة الخياطة المنزلية اللي كنستخدموها بشكل يومي، ضرورية في كل منزل، عملية جدا سهلة الاستخدام واكيد انها غادي تفيدنا في المنازل ديالنا. ايضا في هذا المقطع لدينا هذه القطعه ديال الخضر بالشكل اللي بغينا، يعني كيمكن لينا نختاروا الشكل اللي بغينا نقطعوا به، سهله الاستخدام، عمليه جدا، وايضا كتعطي واحد النتيجه رائعه كيف ما كتلاحظوا معنا. فيمكن لينا نختاروا الشكل اللي بغينا نقطعوا به الخضر، وهكا يعني فقط بتغيير تلك السكين اللي تيكون في الاله. ايضا هنا عندنا هذا الجهاز هذا اللي كيقوم بالضغط على الاشياء واستخراج العصير ديالها، مثل هنا غادي يخرج لنا العصير ديال الجزر فقط باستخدام الضغط، يعني كيضغط على الاشياء وكيعطينا العصير. وهنا كما تلاحظون هذه المنشفات اللي كيتوضعوا في القدمين لتنظيف المنزل واجتناب يعني اتساخه. ايضا كنركبوها في المساحات للارضيات، هائله. ايضا هذا الجهاز الصغير والرائع كيحيد لنا اشياء مثل هذه الاشياء بكل سهوله كيف ما كتلاحظوا. ايضا في هذا المقطع لدينا سله مهملات كتركب في الحائط بكل سهوله يعني كتحيد علينا الكركبه نهائيا. ايضا عندنا هذا الجهاز كيعطينا هذا الشكل بل من العجين، يعني كيعطينا فطائر بشكل اللي هي جميله كما كتلاحظوا.